خارج قواعده على كالياري بثلاثة واحد. صعب رفيق كاسيتي هدف فور جول سيمبليسيو البرازيلي يعدل النتيجة للروما ويسجل هدف الرابع له هذا الموسم. نعم فابيو سيمبليسيو البرازيلي عدل النتيجة لفريق لاروما بعد كرة جميلة جدا من فيتشينيتش لكاسيتي. سيمبليسيو يعدل النتيجة ويسجل هدف الرابع مع فريق لاروما ويبعث اللقاء من جديد. انتر ميلانو هدف روما هدف 13 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة. يا مايكون تخلفت وتأخرت. كرة صعبة وجميلة وسيمبليسيو يزور شباك جوليو سيزار ويعدل النتيجة ويرقص الصبا.